وبشأن اختطاف الناشط فرج البدري، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الناصرية الناشط المدني إبراهيم دهش المقرب من الناشط المختطف فرج البدري. سيد إبراهيم، مرحبا بكم. البدري تم اختطافه، لكن من هي الجهة التي قامت بذلك؟ تفضل. شكرا جزيلا. بداية رمضان كريم، كل عام يعود بخير عليكم جميعا وعلى الأمة جمعاء، وإن شاء الله يحمي الأمن والأمان في ربوع الأمة العربية والعالم الإسلامي بشكل خاص. اللهم أخي الحبيب، نعم. فرج البدري يعتبر من الناشطين اللي له دور أساسي بالحراك المجتمعي اللي موجود، واللي كان أحد الأشخاص المطالبين والمنتفضين الذي يطلب النقص الحاصل في ليس فقط في محافظة قار وإنما في عموم العراق. وطبعا هذه التظاهرات اللي تحدث ومشاركته بها هي مطالب حرة ومطالب شرعية ومظاهرات سلمية. بالنسبة لفرج البدري، معروف عنه من عائلة ومن عشيرة لها جذورها ولها مكانتها، ليس فقط في جنوب العراق وإنما في العراق، فهي عشيرة لها ثقلها الاجتماعي، عشيرة للدور. أضف إلى أنه رجل تربوي أيضا وفي سلك التربية والتعليم، وأيضا إلى مكانته وإلى وجوده من ناحية التربية والتعليم. طيب، بالنسبة لاختطافه، كان اتجاهه ولي آخر أيام الامتحانات، وفجأة خطف هذا الشخص، واليوم اللي بعده أسروا على سيارته في ناحية الفضلية اللي تبعد تقريبا 10 كيلوات أو 12 كيلو عن مدينة، عن قضاء سوق الشيوخ. لحد الآن أستاذنا العزيز، لم تعلن ولم تكشف الجهة الخاصة، ولكن السبب الرئيسي في رأيي الشخصي طبعا، السبب الرئيسي يوعز أنه جهات أخرى تحاول تشتيت وضع العراق بشكل عام دون تحديد منطقتنا الجنوبية وقضاء سوق الشيوخ، لأنه كان الحدث اللي صار وبصفة كأنما رمز من الشباب المندفعين المطالبين بالحقوق لأبناء المدينة، وكانت هذه الأحداث اللي جرت قبل موعد الانتخابات بأيام معدودات. فكان في رأي أيضا بأنه الجهات خارجية كانت لها دور أساسي بأنه زرع بذرة البلبلة والخلافات اللي موجودة، لأنه وجود الكيانات، وجود الأحزاب، وللأسف الشديد لم نفهم مع الأجواء الديمقراطية ووضع العراق وحرية التعبير في الخرطة سلة هشة. قد يكون هذا أحد الاحتمالات لأنه تثير في حالة سوء وتعكس حالة سلبية عن محافظة ذي قار وتحديدا قضاء سوق الشيوخ. لم تحدث في محافظتنا لأنه محافظتنا بشكل عام محافظة آمنة، طبعا لم تظهر فيها خلافات وإضافة إلى ذلك وإضافة إلى ذلك أن محافظة ذي قار مدينة عشائرية تتصف بالطابع العشائري. لكن أريد سؤالك هنا سيد إبراهيم، هل أن السيد البدري تحدث عن حجم الفساد في الشارع أم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي تم اختطافه من قبل جهات أنت قلت بأنها مجهولة ولم يتم يعني معرفتها من هي الجهة التي خطفت؟ ما الذي يعني قاد إلى اختطاف البدري؟ المطالب اليوم أخي العزيز، حرية التعبير والديمقراطية ووضع العراق الحالي والتواصل الاجتماعي، وللأسف الفيسبوك لم نفهم صورته بالشكل الصحيح، حبس الدافع التسقيط، الدافع أمور أخرى. المطالب اليوم اللي موجودة والنقص اللي موجود مو ليس فقط البدري طالبية، كل أبناء الشعب العراقي بيحتاج يطالب بالتعيين، يطالب بالوظائف، الحد من البطالة، كثير من الظواهر السلبية للأسف عمت في العراق بشكل عام. فلأنه العفو كما أسلف ناشط إلى وجوده وإلى ثقله سلطت عليه هذه الأضواء. نعم سيد. هذه الحالات قد تكون موجودة في أغلب مدننا وأغلب ليس فقط في العراق، في كل الوطن العربي موجودة هاي الحالات السلبية اللي موجودة، لكنه العراق أصبح اليوم واجهة ويعكس صورة للأسف. للأسف احنا ما جاي نسلط الأضواء على الجوانب الإيجابية،
فقط جوانبنا السلبيه. نعم سيد ابراهيم. الجوانب السلبيه كثيره. نعم سيد ابراهيم اسف للمقاطعه. سيد ابراهيم اسف للمقاطعه ولكن ادركنا الوقت. الناشط المدني ابراهيم دهش المقرب من الناشط المختطف فرج البدري، شكرا جزيلا لكم، حدثنا من مدينه الناصريه سوق الشيوخ.